السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله في الفيديو بتاع النهارده عن موضوع بسيط خالص في البراكتيكال، بيتكلم عن الهيموستيزيس والهيموستيزيس فانكشن تيست. الهيموستيزيس معظم الكلام اللي هناخده هو عبارة عن كلام نظري، إحنا بنعيد كلام نظري، وبعد ما نعيد الكلام النظري هنقول بس تجربتين بسيط خالص إزاي بنقدر نكتشف الموضوع ده أو إزاي بنقدر نعمل اختبارات على موضوع الهيموستيزيس. الأول عايزين نفتكر بس معلومتين من النظري أو كلام بسيط خالص من النظري. إحنا قلنا إن عندنا الهيموستيزيس أو عملية الهيموستيزيس كانت بتتم بكذا خطوة. قلنا عشان يتم وقف النزيف او الانجري اللي حصل في البلاد فيزل، كان اول حاجه البلاد فيزل بيبدا يعمل لي فازو كونستريكشن، تاني حاجه تبدا البليتلت تشتغل عشان تبدا تقلل او تعمل بليتلت بلوج عشان تبدا تقلل البليدنج، واخر حاجه كنا بنستخدم الكلوتينج فاكتور. طبعا احنا خدنا الكلام ده بالتفصيل في النظري، لكن احنا مجرد عملي هنعرف بس التستات اللي مسؤوله عن الموضوع ده او ازاي اقدر اكتشف هل فعلا الهيموستيزيس بيتم بطريقه صحيحه ولا لا. فقلنا عندنا ان لو في مشكله كانت حصلت في البلاد فيزل او مشكله في البليتلت، الشخص ده بيجي لي بحاجه اسمها بيربرا، وقلنا ايه الشكل بتاعها عباره عن نقر او حاجات كده بليدنج بسيط خالص بيحصل على السكين من بره. لو حصل مشكله في البلاد فيزل او البليتلت قلنا ان ممكن يكون في او المشكله دي بنسميها بيربرا، وقلنا ان البليتلت المشكله اللي بتحصل فيها يا اما ثرومبوسيتوبينيا وده نقص في العدد، او ثرومبواسينيا ان هو مشكله في فانكشن بتاعه البليتلت، او ان كان في بعديها كلوتينج فاكتور لان الكلوتينج فاكتور هتيجي وتعمل بلاد كلوت. طب لو حصل فيها مشكله كنا بنسميها الهيموفيليا. وقلنا عشان خاطر نعمل تيست لموضوع البيربرا ده كنا بنعمل حاجه اسمها البليدنج تايم عشان نقدر نشوف هل المشكله في البليتلت ولا المشكله في البلاد فيزل. طب تاني حاجه ان انا اشوف الكلوتينج فاكتور، والله عشان اشوف الكلوتينج فاكتور بمرض الهيموفيليا كنت بعمل حاجه اسمها الكلوتينج تايم. حلو، وقلنا ان احنا عندنا لما بنشوف البليدنج تايم كنا البليدنج تايم ده بنشوفه، يبقى انا كده استنتجت ان في مشكله في البليتلت او البلاد فيزل. وبنشوف الكلوتينج تايم يبقى انا كده استنتجت ان في مشكله في الكلوتينج فاكتور، وابدا بعد كده اشوف والله لو الكلوتينج تايم ده كان الرقم بتاعه مش طبيعي واب نورمال وزياده يبقى انا كده مشكله في الكلوتينج فاكتور. هبدا اشوف لو هو انترنسك ببدا اعمل حاجه اسمها البارشال او اكتيفيتد بارشال ثرومبوبلاستين تايم، او ان انا اعمل لو حاجه في الاكسترنسك ان انا اشوف البي تي. يبقى باختصار لو انا عندي مشكله الشخص جاي لي ببليدنج هعمل ايه؟ هشوف البليدنج تايم واشوف الكلوتينج تايم. لو لقيت البليدنج تايم هو اللي عالي يبقى مشكله في البليتلت البلاد فيزل، الاسهل ان انا اشوف البليتلت فاشوف والله عددها كويس او الفانكشن بتاعتها كويس خلاص يبقى المشكله فيهم. لو هم نورمال يبقى المشكله في البلاد فيزل، او ان يكون الكلوتينج تايم هو اللي عالي يبقى كده مشكله يا اما اكسترنسك يا اما انترنسك. فاشوف البي تي والبي تي دي وابدا اشوف هل هو اكسترنسك وانترنسك، وبعد كده ابدا اشوف الكلوتينج تايم او الكلوتينج فاكتور اللي فيه مشكله. تمام كده ماشي. طب قلنا لو يا دكتور لو في شخص جاي لي بليدنج هو ايه احتماليات الامراض اللي ممكن تكون عنده؟ والله هو في امراض كتيره، ولكن احنا قلنا ساعتها ان الامراض المشهوره او اكثر الامراض المشهوره اللي معروفه عندنا هم اربعه، ودول اللي هنتكلم عنهم في السكشن بتاع النهارده. هم نفس الكلام اللي في النظري. قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها بيربرا، قلنا البيربرا يا اما مشكله في البليتلت او مشكله في البلاد فيزل، والبليتلت يا اما مشكله في الكاونت سميناها ثرومبوسيتوبينيا او مشكله في الفانكشن سميناها ثرومبواسينيا. طب تاني حاجه ان احنا عندنا مرض اسمه الهيموفيليا، وقلنا ان الهيموفيليا دي هم ثلاثه تايبس يا اما A يا اما B يا اما C، وعلى حسب الفاكتور الناقص. لو فاكتور 8 يبقى A، لو فاكتور رقم 9 يبقى B، لو فاكتور رقم 11 يبقى C. يبقى احنا عندنا A وB C على حسب الفاكتور اللي ناقص، وقلنا اشهر واحد فيهم هو فاكتور رقم 8 اللي هو 80%. بعد كده قلنا ان في معلومه مهمه جدا للهيموفيليا ان هو سكس لينكد ريسيسيف، يعني بيجي اكتر فين؟ في الميل، ودي مهمه جدا جدا جدا. قلنا عشان الميل عنده اكس واحده فلو حصل فيها ديفيشنسي خلاص المرض هيزعق على الشخص. طب التريتمنت بتاعه يا اما الهيموفيليا ده احنا قلنا ان هو بسبب نقص فاكتور معين، فيا اما اديله الفاكتور ده او اديله فريش فروزن بلازما لان الكلوتينج فاكتور دي بتبقى موجوده جوه البلازما. تالت حاجه فيتامين كي ديفيشنسي، وقلنا ان فيتامين كي ديفيشنسي او فيتامين كي كان مسؤول عن العناصر 1972 2 و7 و9 و10 دي العناصر اللي مسؤول عنها، فلو حصل فيه مشكله يبدا ياثر على العناصر دي وياثر على الاكسترنسك والانترنسك، وهنا بنسميه الانتي هيموريجيك فيتامين. وقلنا دوره حياه الفيتامين كي ان الفيتامين كي ده من الفايت سولوبل فيتامين، وبالتالي هو كان بيحتاج البايل، فلو حصل مشكله في الليفر او حصل مشكله في الجول بلادر او حصل مشكله في البكتيريا الفلورا اللي موجوده جوه الانتستين اللي بتصنع فيتامين كي يبدا فيتامين كي يحصل فيه مشكله فيبدا يعمل لي هيموريج او يعمل بليدنج بسبب نقص العناصر 2 و7 و9 و10، وده هياثر على الاكسترنسك وياثر على الانترنسك. 7 اكسترنسك وبعدين 9 التاسع والعاشر تبع او التاسع تبع الانترنسك والعاشر تبع الكومن باسوي. يبقى احنا كان بيأثر على 2 و7 و9 و10 بيبدا يظهر عليه البليدنج، وكان برضه مسؤول عن انه بيصنع البروتين سي والبروتين اس، ولكن قلنا التاثير الاكتر هيبقى على العناصر دي ويبدا يعمل لي بليدنج.
طب اخر مرض عندنا هو البلمونري برين ديزيز، كان مسؤول عن البليت الادهيجن، او ان البليت تقوم بالفانكشن بتاعتها اخر حاجه فاكتور، واخر حاجه فاكتور رقم 8. عشان كده البلمونري برين دي بيزود البليدنج تايم عشان هو مسؤول عن البليت الادهيجن، وبيزود الكلوتنج تايم، وكمان مع الكلوتنج تايم كان معاه فاكتور رقم 8 اللي كان مع البي تي، يبقى بالتالي انا البي تي هيزيد وكمان الكلوتنج تايم هيزيد والبليدنج تايم هيزيد. تمام، احنا كده باختصار عدنا سريعا على اللي خدناه في النظري، عشان خاطر لما اجي اتكلم دلوقتي بقى على جزء الكلينيكال يبقى انت فاهم، انت مش مجرد داخل على الكلينيكال هقرب خلاص، لا انا لازم الاول نبقى واخدين مقدمه بسيطه زي ما احنا متعودين عشان خاطر نخش على الموضوع يبقى دماغنا متفتحه للموضوع. فطبعا بقى نشوف الداتا بتاعتنا او الموضوع العملي اللي هنتكلم فيه عن الهيموستاتيك فانكشن تيست. ايه هي التستات اللي مسؤوله اللي هتكلم فيها او هبدا من خلالها اقيس هل فعلا الشخص ده بيقوم بالهيموستاسيس جوه جسمه بطريقه صحيحه ولا لا، ونبدا نعمل تستات، وهل بنعمل تستات ليها ازاي، وايه النورمال والابنورمال بتاعها. فتعالوا بقى نتكلم ونشوف الجزء العملي بتاعنا او الجزء البراكتيكال. احنا هنتكلم في دلوقتي عن الهيموستاتيك فانكشن تيست. فبيقول الاول ان الهيموستاتيك فانكشن تيست ليه في تستات كثيره انا بستخدمها. اول تيست فيهم ان انا اعمل بليت البلاد كاونت واعمل بلاد فيل. والله في البلاد كاونت والبلاد فيل انا من خلاله هقدر استنتج البليتليت. والله لو البليتليت الكاونت بتاعها قليل فده بنسميه حاجه اسمها ثرومبوسيتوبينيا، وده حاجه بسيطه بعملها بالسي بي سي واشوف في السي بي سي عدد البليتليت، والله لو نورمال خلاص نورمال، لو قلت يبقى حصل ثرومبوسيتوبينيا. بعد كده هعمل ديترمينيشن للبليدنج تايم، وقلنا البليدنج تايم ده عباره عن ايه، هو التايم اللي هستهلكه او اللي الجسم بيحتاجه عشان يقدر يوقف البليدنج بدون الحاجه لا للبلاد كلوت، ولكن انا هستخدم البلاد فيزل والبليتليت. مش احنا كنا خدنا معلومه في النظري ان البلاد فيزل لما بيعمل فاز كونستريكشن وبليتليت بلاد الاثنين دول من غير ما اعمل بلاد كلوت كانوا مسؤولين عن انهم يوقفوا البليدنج لو الانجري اللي حصلت دي كانت بسيطه. فده اللي انا هعمله في التست بتاعنا بالظبط، ان هو التايم نيدد تو ستوب بليدنج فروم سكين بانكتشر وزود كلوت فورميشن. يعني انا عشان اوقف البليدنج ده انا بس استخدمت الفاز كونستريكشن والبليتليت بلاد. طب ده كان كنا خدناه ان هو بينتج من ايه، من البمبرك، ان انا اجيب ابره واشك شكه، الشكه الصغيره دي كانت انجري بسيطه، وبالتالي الشكه اللي انا شكيتها له دي ممكن البريتليت بلاد والفازوكونستريكشن يوقفوا البليدنج ده. يبقى هي ديبند اون الانتجري بتاعت ايه، الفاسكولار وول والبريتليت نمبر اند فانكشن. طب احنا عشان نعمل الموضوع ده هنعمل ايه يا دكتور؟ والله انا هجيب طبعا قلب، هنضف المنطقه اللي انا هعمل فيها. طب اشمعنى انا عملت بمبرك؟ عشان عايز اختبر المشكله في البلاد فيزل والبريتليت بس، مش عايز بلاد كلوت. انما لو عملت انجري اكبر يبدا البلاد كلوت يبقى ليه فايده، لا انا عايز اختبر اول اتنين بس، فهعمل بين بريك هعمل انجري بسيطه خالص. يبقى اول حاجه انا هحتاج الكحول، هحتاج لانست ان هي ابره صغيره كده عشان ابدا اعمل انجري، بعد كده فلتر بيبر واعمل استبوتش. بص يا سيدي، احنا هنجيب لانست اللي هو حاجه نشك شكه صغيره بيها. الاول انا هعقم طيب وطبعا وهبدا اجيب اللانست واعمل انجري بسيطه. حلو، المفروض ان انا هعمل انجري يبدا البليدنج يستمر لفتره معينه، بعد فتره البليتليت والفازوكونستريكشن هيكونوا اتحكموا في البليدنج، فانا عايز اشوف البليدنج هيستمر لفتره قد ايه عشان اشوف الكفاءه بتاعه البليتليت والكفاءه بتاعه الفازوكونستريكشن اللي حصلت هنا. فالاول خلاص انا عملت انجري باللانست، وبعد كده هجيب فلتر بيبر. فلتر بيبر ده عباره عن ايه، ان انا هجيب حاجه بيبر ورقه، البيبر دي هبدا اقربها من بس مش هلزقها في السكين، هقربها عشان ابدا اسحب سنه بسنه البليدنج اللي بتكون ده عشان اشوف البليدنج ده هيفضل فتره قد ايه. والله كل شويه ابدا اقرب الفلتر بيبر وبس ما الزقهاش في السكين، خلي بالك ان انا مش بلزقها، انا بخلي فيه مسافه بينها عشان لما الزقها انا كده بتحكم او باثر على البليدنج، لا انا مش هلزقها خلاص، فانا بقرب كده واسحب البليدنج، كل شويه ابدا احطها واسحب احطها واشيلها لحد بعد فتره معينه البليدنج هيقف، الفلتر بيبر هحطها مش هلاقي فيه بلاد بيطلع فيها، وبالتالي هو ده الوقت اللي بيحتاجه البليتليت والبلاد او بلاد فيزل عشان يقدروا يوقفوا البليدنج. يبقى تعال نشوف برده البروسيدور. اول حاجه هعمل كلينينج السكن بالفينجر تيب وابدا اورير ليبيول والكحول. تاني حاجه اللي انا هبدا اعمل بريك للتيب اوف فينجر ويز سترايل لانست اند ستوب ووتش ستارتد ليت ذا بلاد اوز وزاوت ابلاين اي بريشر، مش بعمل اني بريشر خالص، انا بشوف بسيب البليدنج لوحده خلاص. بعد كده اعمل ريكورد للتايم زت الابس بين ذا بريك اند ستوب اوف بليدنج، يعني اشوف الكميه الوقت اللي احتاجه البليدنج عشان يقف من اول الانجري لحد ما البليدنج وقف. النورمال فالي ايه الطبيعي ان هو يقعد قد ايه، يقعد 5 دقائق. بيزيد امتى بقى؟ بيزيد لو حصل مشكله في البلاد فيزل او البليتليت. ايه هي المشكله؟ لو البليتليت عددها اقل في الثرومبوسيتوبينيك بيربرا، او الفانكشن بتاعتها اتاثرت في الثرومبوسينيك او البلاد فيزل، او ان ممكن يكون حاجه بتاثر على الاثنين دول زي الفولو برين. مش احنا قلنا الفولو برين ده بيأثر على البليتليت ادهيجن
وبالتالي لو حصل لو عند الشخص ده فولومال بلان بيأثر على البليدنج تايم. اخر حاجه البرولونج يوز اوف اسبرين، الاسبرين بيعمل ديفكت في البليتلت اجريجيشن. تمام كده؟ طب تعال نشوف بقى التجربه اللي قدامنا دي، هو نفس الفكره بالظبط. ادي عمل انجري عندنا للفينجر اللي قدامه وجاب ستوب ووتش، وبعد كده بقى يجيب فلتر بيبر زي اللي قدامنا دي. ايه اللي حصل؟ هبدا كل شويه اقرب، اول مره قربت جابت لي كميه بليدنج كده، بعد كده دي، بعد كده دي، بعد كده دي، لحد ما لقيتها وقفت. خلاص احسب الزمن بقى اللي وقفت عنده نورمالي من دقيقه لخمس دقائق. طب لو اكتر من كده يبقى الشخص ده عنده برولونجد بليدنج تايم. تمام، نفس الفكره برضو هنا. ادي ستيب 1، العين هيبدا يشوف ويبدا يحط يعقم خلاص، وبعد كده يبدا يعمل انجري ويبدا يعمل بالفلتر بيبر. دي فلتر بيبر، دي فلتر بيبر، ودي فلتر بيبر، الاثنين ممكن استخدمهم في واحده دائريه وواحده طويله كده مستطيل. خلاص برضو نفس الكلام هنا، بدا هنا كان البليدنج كتير، بدا يقل 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 بمرور الزمن لحد ما نشوف بقى الوقت اللي وقفت عنده. خلاص انا كده عرفت ان ده البليدنج تايم، هل هو نورمال ولا برولونجد، هبدا اشوف من الوقت اللي اتسجل. ومهم مهم جدا جدا اعرف الاسباب واعرف البليدنج تايم النورمال بتاعه ايه. بنفس الفكره بالظبط الكلوتنج تايم، قلنا الكلوتنج تايم ده التايم نيدد للبلاد عشان يقف، عشان يعمل يقف عن طريق تكوين بلاد كلوت. خلاص يبقى التايم نيدد باي ذا بلاد to form a clot spontaneously، وده بيختبر اكتر الانترنسيك باسوي. طبعا احنا قلنا الكلوتنج تايم ده تبع الهيموفيليا او تبع الكلوتنج فاكتور، ولكنه اكتر تبع الانترنسيك باسوي. خلاص ولكن بحتاج اتاكد بالبي تي والبي تي. قلنا نحتاج الكحول برضو، لانسيت نفس الكلام، وجلاس سلايد وستوب واتش. طب احنا هنعمل ايه يا دكتور؟ والله انا هجيب لانسيت واعمل انجري. خلاص لما عملت الانجري هبدا احط البلاد اللي انا جبته ده على شريحه ازاز، هحطها على سلايد. لما احطها على سلايد المفروض ان البلاد ده هيتجلط، لان انا مش حاطط انتي كواجولانت. خلي بالك انا هنا ما حطيتش انتي كواجولانت في التجارب اللي فاتت في الاي اس ار والبلاد انديس والحاجات دي، انا كنت بحط انتي كواجولانت، هنا مش هحط. خلاص فبحط البلاد محطوط على جلاس سلايد واسيبه فتره. المفروض في فتره معينه هتبدا تتكون فايبرين كلوت. ماشي، طب انا بقى عايز اعرف بعد فتره قد ايه الفايبرين ده اتكون. فكل شويه بعمل ايه؟ بجيب اللانسيت وابدا اقلب في البلاد لحد ما في مره هيطلع لي فايبرين. مش الفايبرين هي عباره عن خيوط هتتكون، فانا كل شويه هبدا احط كل نص دقيقه مثلا هبدا احط اللانسيت دي على البلاد ده وابدا اشيل، وهل هشوف هل هيطلع معايا فايبرين سريدز ولا لا، خيوط من الفايبرين ولا لا. والله لو طلعت هشوفها طلعت بعد وقت قد ايه وابدا احدد. يبقى تاني كلير فينجر ووز الكحول، تاني حاجه ان انا هبدا اعمل بريك ويز سترايد استرلايزد لانسيت، بعد كده هبدا احط بيج دروب على السلايد بتاعتي، وكل نص دقيقه ابدا اكزامين البلاد دروب باي ذا تيب اوف لانسيت تو فايند اوت فور ذا فورميشن اوف فايبرين سريد، عشان اشوف هل اتكون فايبرين ولا لسه. كالكوليت ذا تايم بتوين ذا بليزنج دروب اوف اون جلاس سلايد اند ابييرانس اوف فايبرين سريد ويوزنج ستيب واتش، اشوف بعد قد ايه بدات الفايبرين سريد دي تتكون. هو النورمالي من 5 ل 10 دقائق، يبقى فوق كان 5 من 1 من دقيقه ل 5، هنا من 5 ل 10. تمام طبعا. وانا طب الكوجريشن تايم ده هيزيد امتى؟ يحصل مع الهيموفيليا نتيجه ان حصل ديفيشنسي فاكتور رقم 8 الهيموفيليا A، او فاكتور رقم 9 هيموفيليا B، او فاكتور رقم 11 هيموفيليا C، او فيتامين K ان هو 1972 ده كلهم هيموفيليا فاكتور او دي كروتينج فاكتور. خلاص اللي هم 2 7 9 10، او فونول براند لان فيلو براند كان مشترك مع فاكتور رقم 8. اخر حاجه بيشنت ريسيفنج انتي كواجولانت زي الهيبارين ودايكومارول، لان الانتي كواجولانت دي هتروح تاثر على الكروتينج فاكتور وبالتالي يبدا يزود الكروتينج تايم. دي نفس الفكره، انا جبت اللانسيت وكل شويه ببدا امشيها كده في البلاد رايح جاي لحد ما في مره هيطلع لي فايبرين سيد، اشوف بعد قد ايه الموضوع ده يكون. طب والله لو لقيت الكلوتنج تايم زياده يبقى يا اما هعمل بي تي او هعمل بي تي وهعمل بي تي تي. قلنا ان البي تي للاكسترنسك باسوي، البي تي تي للانترنسك. ده مدته قد ايه؟ ده من 11 من 11 ل 15، وبيكتشف اكتر فاكتور رقم 7، انما هنا من 30 ل 40 ثانيه، وده اكتر فاكتور رقم كام؟ 12 11 9 8. تمام ماشي. طب اتس نورمال البوس هيموفيليا والبيربرا، ده نورمال في الهيموفيليا والبربرا. ليه؟ لان الهيموفيليا والبربرا، الهيموفيليا ما لهاش علاقه بالاكسترنسك، والبربرا دي ليها علاقه بالبليدنج تايم. انما هنا برولونجت فين؟ في الفيتامين كي ديفيشنسي. ليه؟ لان كان هو 1972 كان في 7، انما البي تي تي ده برولونجت في كلوتنج تايم، ده اتس برولونجت ان سيم كوزز اوف برولونجت كلوتنج تايم، ده له علاقه بالكلوتنج تايم اللي فوق بقى اللي هي البربرا والهيموفيليا والكلام ده كله. ماشي تمام. بعد كده بيقول لي ان السيرم، احنا خدنا ان السيرم ده عباره عن ايه؟ ده السوبر نيتد ريميننج افتر كلوت ريتراكشن. يعني ايه؟ يعني ده السيرم ده هو الجزء اللي هيبقى بعد ما اجيب البلازما ويحصل فيها كلوت، فهشيل الكلوت يبدا يكون لي السيرم. يبقى اتس ذا بلازمينوس ذا فايبرينجن جروب اللي هو واحد
و5 و8 و13 and prostrombin factor اللي هو فاكتور رقم 2 in addition it contain excess serotonin due to breakdown of platelet. مش احنا كنا خدنا قسمنا الفاكتورز اللي عندنا لثلاثه فاكتور، قلنا الفايبرينوجين جروب والبروسترومين جروب والكلام ده كله. بيقولك بقى هو السيرم ده عباره عن ايه، ان انا جبت البلازما وحصل لها كواجيليشن او الموضوع اللي حصل لها كلوتينج او الجزء اللي حصل له كلوت، هشيل الكلوتينج هبدا اللي بقى ده هو ده السيرم. هو مكون من ايه؟ قلنا ان هو فايبرينجين جروب ده ومعاه البروسترومبين فاكتور، تمام؟ ان اديشن تو ات كونتين اكسس سيرتونين، وبيبقى معاه سيرتونين كتير نتيجه ان حصل بريك داون للبليتليت. قلنا ان البليتليت كان فيها سيرتونين. طب البلازما ده الفلويد اوف ذا بلاد ذات كونتين او ذات اوبتيند باي سنترفيجيشن اوف نون كواجيليتد بلاد، ده ما حصلش لسه كواجيليشن، اما ده السنترفيجيشن للجزء اللي حصل له كواجيليشن، تمام؟ تمام، يعني باختصار السيرم هو البلازما ناقص الكلوتينج فاكتور. بعد كده بيتكلمنا عن شويه امراض، الامراض دي خدناها بالتفصيل خالص في النظري. ده شويه امراض اللي هي الهيموستيزيس، تعالوا نقراها مع بعض. البربرا هو بليدنج ديز بيحصل نتيجه اوكرنس فين، في السمول بانكتوت هيموريدج زي الصوره اللي شفناها، نتيجه اول تيشو سبيشالي ذا سكن وير زي ابير اس بيربلش بلوتش او هينسي زانيم، يعني شويه بطش بنفسجيه كده موجوده على الجسم. ليك اوف بليتليت كوز سبونتينوس هيموريدج دي تو ديفيشنسي في البليتليت بلاك فورميشن او ويك فازو كونستراكشن، يا مشكله هنا يا مشكله هنا. الكوزس والتايبس قلنا ان هي ثلاث حاجات، ثرومبوسيتوميك بيربرا ناقص في العدد ويبقى اقل من 50000 زي ما قلنا، دي تو اوتوميونيتي او هايبر سبينيزم او بون مارو ديستراكشن، ودي مهمه، يا اما في زياده في التكسير يا اما ان في مشكله في التصنيع ان البون مارو بيصنعش، او السبلين بياكل بليتليت كتير، او في اوتوميون بيهاجم البليتليت فده هيقلل العدد. ثاني حاجه ان في مشكله في الفانكشن. اخر حاجه فاسكولار بيربرا ان في ويك فاسكولار وول، وبالتالي يبدا يبقى في مشكله انه يرابشر فيبدا يعمل لي البوتش الزرقاء اللي بتظهر، وده بمشهور اكتر مع السكيربي اللي هو فيتامين سي ديفيشنسي. بعد كده قلنا ان في البربرا اونلي بليدنج تايم از برولونجد، يعني بليدنج تايم بيزيد بس في البربرا، وايل كلوتينج اند بروسترومبين تايم هلاقيهم نورمال زي ما احنا متعودين. بعد كده بيكلمني عن المرض الثاني هيموفيليا، قلنا هيموفيليا ده ناقص في الكلوتينج فاكتور، ده 6 لينكد ريسيسيف زي ما قلنا، بليدنج اوردر كوز باي ديفيشنسي بسبب مشكله في الكلوتينج فاكتور. قلنا ان هو في 3 الاي والبي والسي 8 و9 و11، ده 80% ده 15% ده 5%، والموست بيشنت الميل ليه؟ لان الفيميل بيبقوا محميين باتنين اكس. والكروتينج تايم از برولونجد، قلنا الكروتينج تايم هيزيد، وايل بوث بليدنج اند ثرومبين تايم ار نورمال. اتس تريتد باي سبلاينج بيشنت، يا اما اديله كواجيليشن فاكتور يا اما اديله الفريش فروزن بلازما في حالات السيفير بليدنج. قلنا على الرغم ان الكروتينج تايم از نورمال في البربرا والبليدنج تايم از نورمال في الهيموفيليا، قلنا الموضوع ده قبل كده، ان احنا لازم يكون الاثنين نورمال، لو واحد فيهم نورمال والثاني اب نورمال هيحصل بليدنج، لازم يكون في تكامل بين الاثنين البليدنج تايم والكروتينج تايم. بعد كده فيتامين كي ديفيشنسي اللي هو 1972، فيتامين دي هو فات سولبل فيتامين وبيحتاج البايل عشان يحصل له ابزوربشن. اتس نورمال بيتصنع فين؟ عن طريق انسان بكتيريا الفلورا، ومسؤول عن فورميشن بتاع 2 و7 و9 و10 اللي بيصنعها في الليفر، از ويل از البروتين سي والبروتين اس زي ما قلنا. وديفيشنسي الفيتامين ده بيعمل لي بليدنج، عشان كده بنسميه انتي هيموراجيك فيتامين. كل المعلومات طبعا احنا قلناها سواء دلوقتي عدنا عليها من شويه في اول محاضره او قلناها في النظري، وقلنا البرولونجيشن بتاع الكلوتينج ده اند البروسترومب ده مسؤول عن الكلوتينج والبروسترومبين تايمز والبليدنج تايم از نورمال. قلنا الكوزز ابسنس اوف انتسانال فلورا هي دي اللي مسؤوله عنه او تكوينه. تاني حاجه نيولي بور او الاطفال اللي لسه مولودين طبعا ما فيش بكتيريا فلورا عندهم، وبرلونجد يوز اوف انتبايوتيك برضه نفس الكلام يبدا تموت البكتيريا فلورا، اوبستراكتيف جوندس نتيجه ان حصل نقص في الابزوربشن بتاع الفات، الليفر ديزيز برضه مش هيصنع بايل، اخر حاجه الدايكيومارول اللي قلناه ده الورفرين اللي بيبدا يهاجم فيتامين كي. بعد كده اخر حاجه البونور برين ديزيز، وقلنا ده بيحصل فين؟ نتيجه ديفيشنسي بونور برين، وده كان مسؤول على البليتليت ادهيجن ومسؤول على الفاكتور رقم 8، فيبدا يحصل مشكله في الاثنين. قلنا ان البربرا كانت مشكله في البليدنج تايم او البليتليت بلاد فيزل فتعليل البليدنج تايم، الباقي كله هتلاقيه نورمال خلاص، نزل تحت شويه الباقي كله هتلاقيه نورمال، والديفيشنس فاكتور هو البليتليت. اما الهيموفيليا دي مشكله في الكلوتينج فاكتور اللي هو الكلوتينج تايم اللي هو تبع البي تي تي اللي هو الانترنسيك باسوي، طبعا البي تي نورمال و 2 اللي هو 8 و 9 و 11. طب فيتامين كي ده فيتامين كي كان 2 و 7 و 9 و 11، فهنلاقي الكلوتينج تايم والبروسترومبين تايم والبي تي تي كلهم زايدين، اما البليدنج تايم نورمال. في الفول براند نتيجه البليتليت اديشن فيها مشكله فهنلاقي البليدنج تايم وهنلاقي الكلوتينج تايم والبي تي تي عاليين، انما البي تي هنلاقيه نورمال، وده مشكله في الفول براند فاكتور. كده الحمد لله نكون خلصنا اخر سيكشن. السكشن هو بسيط، العملي نفسه بسيط سهل. يهمني ايه في السكشن ده؟ يهمني قوي قوي النورمال رينج
مهمه جدا جدا، يجيب لي تحليل ويقول لي انا عملت بي تي وبي تي للشخص ده، او عملت مثلا بليدنج تايم او عملت كلودنج تايم للشخص ده، وتلاقي عند الشخص ده مثلا الرقم كذا، هل الشخص الرقم ده نورمال، هل الرقم ده زياده، اكتشفنا مثلا ان هو زياده، ان اب نورمال، ان بليدنج تايم زياده، يبدا يقول لك ايه الاسباب اللي تخلي بليدنج تايم يزيد، فتقول له مشكله في البليدت او مشكله في البلاد فيزل، وابدا من خلالها اعرف. الحمد لله نكون خلصنا السكشن بتاع النهارده. السكشن بسيط وسهل، مش مستاهل اي حاجه، كله اعاده للنظري. ان شاء الله هنتقابل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.